قراءة هذا المشهد يعني أن هنالك تضارب بين البرلمان، قرارات البرلمان وقرارات رئيس الجمهورية، لأن البرلمان أخرج تلك القوات، ورئيس الجمهورية طلب بعدم إخراج تلك القوات بصيغة أو بطريقة ثورية، ربما طلب تنظيم هذه عمل هذه القوات داخل العراق. هو يعارض ما أقره مجلس النواب قبل 4 سنوات عام 2020، لكن لا يخفى على الكل أن رئيس الجمهورية هو من الأخوة الكرد، والأخوة الكرد هم لديهم علاقات طيبة مع الأمريكان وأيضا مع الدول الغربية، لذلك هم تصريحاتهم دائما تكون بمحاباة وبمجاملة الأمريكان للحفاظ على المصالح المشتركة التي تربط بين الأكراد وأيضا بين الأمريكان. لذلك طلب رئيس الجمهورية بتنظيم عمل تلك القوات هو يعارض ما جاء به مجلس النواب، وأيضا يعارض تصريحات وآراء وتوجهات الكثير من الأحزاب داخل العراق. لكن كما يبدو أن رئيس الجمهورية هذه للمرة الأولى التي يصرح بها أو يطلب هذا، يعني مثل هكذا أمر، لأن رئيس الجمهورية منذ تسنمه لغاية الحكم لغاية الآن بالعراق ولم يصرح ولم يتدخل بأي يعني خبر أو بأي حادثة. لذلك ربما يراه البعض هذا التصريح غريب، وربما يراه يعني البعض الآخر أن هذا التصريح جاء بطلب من الأمريكان على أن يصرح هكذا للحفاظ على مصالحهم والبقاء داخل العراق لأطول مدة ممكنة. نعم. نعم سيد أحمد، طيب بالإضافة إلى ما ذكرت حضرتك بأنه يقرأ المشهد بأنه تضارب بين قرارات البرلمان وبين رئاسة الجمهورية، أيضا يعني أليس هو يعني غياب تنسيق بين بغداد وواشنطن أيضا؟ هو إذا أردنا أن نتحدث بالواقع، هو لا يوجد هنالك تنسيق، يوجد هنالك بعض القرارات التي تفرضها أمريكا على بغداد، ولو كان هنالك تنسيق لحافظ الدولار على سعره داخل العراق، لو كان هنالك تنسيق لاستقر الوضع الأمني داخل العراق، لو كان هنالك تنسيق لانحلت الكثير من الأمور التي تفرضها واشنطن على بغداد. لكن هنالك فرض إرادة يأتي من واشنطن وربما يتم الاتفاق عليها ولا يتم تطبيقها بصورة فعالة بالعراق بسبب وجود أكثر من توجه داخل الحكومة العراقية وتوجهات تختلف مع توجهات الجانب الأمريكي. لذلك شاهدنا بالفترة الأخيرة عدم توازن أمني، هنالك اتفاقات عقدها السيد السوداني مع الأمريكان قبيل تشكيل الحكومة أو قبيل تشكيل حكومته لم تطبق بصورة صحيحة أو لم تطبق بصورة جدية من قبل حكومة السوداني كما ادعى بها الجانب الأمريكي. لذلك شاهدنا بالفترة الأخيرة هنالك استهدافات كانت من قبل بعض الفصائل إلى القواعد الأمريكية على نعم. القواعد الأمريكية، وأيضا هنالك رد من قبل الجانب الأمريكي على هذه الفصائل. هذا كله يبين على عدم وجود اتفاقات نهائية وعدم وجود تنفيذ لتلك الاتفاقات بصورة صحيحة بين الجانبين. لذلك الكثير اليوم من الأوساط السياسية داخل العراق وداخل والكتل السياسية داخل مجلس النواب هي تطالب بإخراج تلك القوات، لكن هذه القوات هي آبها لا تريد أن تخرج من العراق للحفاظ على مصالحها في المنطقة، ومن الصعب جدا أن تخرج تلك القوات. لا، لذلك التجأ الكثير من الفصائل المسلحة داخل العراق إلى تضييق عمل تلك الفصائل عبر استهدافها بصورة مستمرة، يعني بين الفينة والأخرى يتم استهداف القواعد الأمريكية. يوم أمس أو قبل يومين صرحت واشنطن أن هنالك أكثر من 120 استهداف كان لقواعدها في المنطقة في العراق وسوريا من قبل الفصائل. أيضا الفصائل داخل العراق وسعت عملها واستهدفت حيفا من بغداد إلى حيفا، هنالك بعض الصواريخ التي وجهت قبل يومين من بغداد إلى حيفا من قبل بعض الفصائل.
هذا كله ربما يزيد طب الأمر. سيد أحمد، هنا السؤال، يعني هل هذه الفصائل العراقية التابعة لإيران ستضرب العلاقة بين بغداد وواشنطن والتحالف الدولي برأيك؟ منذ زمن طويل هي تعمل على أن تضرب تلك العلاقة منذ زمن طويل، وهذه الفصائل تروم تطبيق القوانين التي يعني صوتوا عليها مجلس النواب منذ عام 2020، هم يطالبون بإخراج تلك القوات. العمل جاهدا من قبل تلك الفصائل على أن تزعزع العلاقة بصورة واضحة ما بين واشنطن وبغداد، هي تعمل على خلاف ما يريده الجانب الأمريكي داخل العراق. وأيضا هذه الفصائل زاد عملها ونشاطها بصورة مستمرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد العدوان على غزة، لذلك تضيق الخناق على الجانب الأمريكي في المنطقة حتى يفك الخناق على غزة، وهم قالوها بصريح العبارة: نحن سنستمر يعني سنستمر بالهجوم على القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية ما لم يتم يعني حتى يتم عفوا الفك الخناق على غزة. لذلك هنالك نرى بالفترة الأخيرة اتفاق بين تلك الفصائل بين العراق وسوريا ولبنان واليمن، هذا الاتفاق هو كله من أجل تضييق الخناق على تلك القوات وفك الخناق على غزة. هذا جانب، وجانب مهم بالفترة الأخيرة الذي ساعد على يعني تكثيف الهجمات على القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. نعم، شكرا لك سيد أحمد على كل هذه الإيضاحات والمعلومات التي تفضلت بها. كان معي من العاصمة العراقية بغداد أحمد الكناني، صحفي ومحلل سياسي، أشكرك على طيب مداخلتك.